ها ايه السحرة دي كلها؟ ها؟ ده الواحد لو خد له هنا بتاع قيرتين ثلاثة كده ويسقعه نيجي بتاع 1500 سنة كده لحد ما يخش كردون مباني هتجيب ملاليم. اه والله. واحتمال تتعمل كيمباوند، تعمل فيها كيمباوند. أما فين قطاع الطرق اللي بيتكلموا عليهم دول شمال يا نضار يا قطاع يا قطاع شمالك أيها الأشوح، شمالك أيها الأشوح. مع السلامة عليكم. أنت صباحا يا ولدي. الله يخليك. ماذا تريد؟ والله أنا كنت أريد إن أنا أذهب لبين الجبلين. ولكن ما الذي يدفعك للذهاب إلى هذا المكان الموحش؟ يا حج يا حج يا حج أرجوك أرجوك هتوسل إليك. أنا جاي في على الحمار ومتمخبط في قلب الصحراء ومطبط وشمس وأرض. فقول لي بقى بالراحة كده عشان قدر أنت كمان نفس داخل وعالم هيرجع تاني النفس ده تاني ولا لأ؟ قول لي فين؟ بين الجبلين. لهجتك غريبة. تحلى بالصبر يا ولدي، فمن واجبي أن أحذرك. يا سيدي متشكرين على التحذير، بس أنت قل لي. أنا عندما كنت في مثل عمرك كنت أحد أكبر سافك الدماء في الحجاز كله. لا بصراحة بصراحة بان عليك إن الخربشة والحركات أوعى. لقد تبت عن الأعمال الإجرامية منذ 10 سنوات. لا بجد؟ طب وانت بتشتغل ايه دلوقتي؟ لقد قمت بفتح متجر صغير لوأد البنات. ايه وأد البنات ده؟ نقوم بدفن البنات الصغار وهم احياء لانهم عار علينا. يا سلام على التقوى والورع. لا والله والله كلك بركه يا حاج، كلك بركه. مش عارف اقول لك ايه. ان شاء الله كده باذن الله ربنا يكرمني واخلف كتكوته صغيره آتي بيها ليك عشان خاطر تدفنها. قول لي أبوس إيدك. أنا أروح كيف هناك عند الجبلين؟ كيف فاينة؟ إنك تهذي يا رجل وتثرثر؟ يا عم أنا اللي مثرثر؟ ده أنتوا اللي مثرثرين. ده أنتوا مخلصين على الثراثير اللي في الجبل كلها. قول لي أبوس إيدك إذا كنت أنت موجود وكائن حي قدامي، وإذا كان في بني آدم يعني، كيف أذهب هناك عند الجبلين؟ إنني أعلم جيدا إنك لن تلاقي هناك غير أعتى المجرمين، ولذلك يجب علي أن أحذرك. يا سيدي متشكرين على التحذير، متشكرين على التحذير. قولي أنا أذهب هناك، أذهب هناك بين الجبلين. كيفك؟ ما دمت مصر أيوة سوف تسير في هذا الاتجاه مسيرة يومين. أيوة. ثم تنحرف يمينا. أيوة. ثم يسارا. أيوة. ثم يمينا. أيوة. ثم يسارا. أيوة. ثم إلى أعلى ثم إلى أسفل ثم يمينا ثم يسارا ثم إلى أعلى ثم إلى أسفل، وهناك سوف تجد رجلا يدلك على المكان. والله لولا ان انت ابو مصر ولولا ان انت راجل كبير احطك كده عليه واقعد اعملك كده حاوي. اجري يلا اجري خش جوه يلا. لهجتك غريبة. يلا يا جدع. لهجتك غريبة يا رجل. لهجتك غريبة. لهجتك غريبة.